Evoli, evolviti sempre. هاي للكل، ان شاء الله تكونوا كلكم منيح. معكم شيف سيلين من فريق ايفولي. اليوم بدنا نعمل اكله اماراتيه بامتياز. بدنا نعمل هريس الاماراتي باسهل طريقه وباسرع طريقه، واكيد بالبريشر كوكر من ايفولي. خليكم معنا لتشوفوا الاكله اللي بالعاده بتاخذ 4-5 ساعات كيف رح تخلص معنا بوقت قصير جدا. رح افتح الطنجره، رح احط اول شيء مي وارجع زيد عليها اللحمه لنشيل اول زوم اللي هو الزفر. وهلا من بعد ما حطيت المي واللحمه رح دورها على خاصيه السوتيه، لانه انا بدي اشيل القشوه اول شيء، وبس تغلي مزبوط رح اغير المي كلها مية الزفر وارجع احط مي جديده مع كل المكونات. خليكم معنا تتغلي المي. هلا من بعد ما غليوا انا رح اشيل كل القشوه اللي على الوجه اللي هي الزفره وارجع زيد المي وحط البهارات. وهلا من بعد ما غليت اللحمه قشينا كل الوجه عنا، رح زيد مي مغليه. اهم شيء تنتبهوا اوعى تزيدوا مي مسقعه، مي مغليه. ومن بعد ما زدت المي مغليه رح زيد البصل، رح زيد عودين قرفه، ورق غار، وكم حبه بهار اسود، ورح ازيد القمح اللي غسلته او حب الهريس اللي غسلته كتير منيح ونقعته شي نص ساعه، يعني من شوي صغيره تحسوا هيك شوي كبير حجمه، لانه مش بحاجه بس نطبخه بالبريشر كوكر من ايفولي انه ينقع كتير وقت. وهلا من بعد ما حطينا كل المكونات بالطنجره اللي رح اعمله انا رح اطفيها لاقدر اغطيها، وهيك بتكون انطفت. هلا رح غطيها، لانه اذا انا حطيتها على خاصيه السوتي او القلي وسكرتها رح تطفي اصلا من الحرق. بنسكرها، بنسكر ضغط الهواء، رح فرجيكم كيف بندورها من قدام. هلا رح ابرمها على خاصيه الحبوب، لان احنا المكون الاهم هو الحبوب، بس بالتايم رح حلي التايم ل 45 دقيقة. رح اترك البريشر هي زيتها واكبس ستارت. وهلا رح نفضي منها البريشر. وهلا من بعد ما استويت رح افتحها. شوفوا المنظر كأنه نحن قلنا شي 5 ساعات عم نطبخها، وهي بيرفكتلي استوت كله بقلبها استوى. هلا كرمال تطلع مزبوط مثل الاصلية رح نحطها بمكان الخفق ونخفقها، بدل ما نخفقها بالطريقة التقليدية بالقطعة الخشب رح نخفقها بالمكسر. خليكن معنا. الهريس هلا على مكانة الخفق، لانه نحن ما رح نستعمل طبعا الطريقة التقليدية، بس رح استعمل مكنة من ايفولي اللي هي الكيتشن ماشين بهيدا الراس كرمال نخفقها. وهلا سكرناها وبدنا نبلش نخفق على مهلنا. بنتركها لحديت ما نشوفها كله صار متجانس مع كله وصارت عن جد هريس. وهلا بهذا الوقت القصير بالعاده الاكله بتاخذ ساعات، خلصت معنا بساعه واحده. واكيد بالمكانتين من ايفولي صار عندنا هريس اماراتي بيشبه كتير الطريقه الاصليه، معمول بالبريشر كوكر من ايفولي واكيد الكيتشن ماشين. وهلا خلصنا الهريس الاماراتي واستعملت كيتشن ماشين من ايفولي والبريشر كوكر اكيد. جربوه بطريقتي وبهالماشينز والف صحتين. ايفولي، ايفولفيتي سيمبر.